بعدين مع الشغل تعرف انا اللي معلم المضرني من عنده من الدار الدمعه في عينه الدمعه في عينه بعد. حكيت للدمعه في عينه ولهسه ما رنش علينا اذا الدمعه في عينه تبعتك اهي ولك ما هو اسمع يعني هي عايز راح يرجع انا اللي بعرفه انه راح يرجع زلمه المشكله وين ما تروح فيش الشغل بيجي بتروح تحكي لواحد بدنا نشتغل بصير يضحك طب ما احنا بنحكي احنا ما كفرنا بنحكي لك بدنا شغل ما حكيناش نكته تحكي العالم بدنا شغل. تحكي المعلم حق اللي يقول ما شغلناش يا زلمه انه مش شغل يا زلمه قسما بالله ما عارف كلهم زي بعض اطلع عنا ادعسنا ادعسنا ادعس ادعس بعينك الله ادعس اطلع اطلع تعبنا تعبنا اطلع يلا اطلع طلع عشيك يلا اطلع اطلع طلع عشيك كانوا طلع فيك مش عاجبه ايه بكسر الدنيا هسا بكسرة برجع برجع اسمع اسمع كنت طلبك اللي بتم الليلة ايوه كنت طلبك تعرف انا لو داعس انه داعس لو انه داعس يصير وقف كسرته بس الله بيحبه هو ما وقفش عن جد الله بيحبه انه ضله ماشي الله بحب انه ضله ماشي انا اسمع مش زي اول هو هذا السياره شكله مش كلها ما رجعش يعني انا حسبته هو رجع بس خوف وهو خايف بس رجع خايف لانه ما خافش ما ضلش رايح انا حسبت حساب زي اول بالضبط مرحبا السلام عليكم يا شاب اهلين هلا بالعسل قديش هاي بشكلين بشكلين قديش هاي بشكلين هاي بنص كانت ما اعرف عن ماكي اذا انا بنص ما هي كانت قلنا نقول انسى والله اكامة كما احكيت ليه بشكلين والله بنص كانت والله انسى كل يا زلمه ما احنا ما دافعين حق مو ذاكر انا بالزمانات هاي نفسها امو بشكلين برضو بشكلين بشكلين هاي انت هاي اليوم بدي تبع شوكولاته طول زمان مش باكل شوكولاته طول زمان مش باكل شوكولاته بس ما هاي بيها لعبة هاي بيها لعبة بيقول عمان اما هاي فيها لعبة صح؟ فيها لعبة شو فيها لعبة؟ تعرف تحدد ولا؟ فيها لعبة والله؟ ليه لأنا ناكل شوكولاتة أنا أكون بس يصل عليها اسمع أنا بروح على هي أنت عبد خد شوكولاتة شوكولاتة خد شوكولاتة 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 أنا بروح هي اكيد مش شايفنا وتعرفنا وليك لو ناكل شوكولاته اليوم كم هاد؟ 25 شيكل بهاء مش هتاع الجروح اللي كنا ناخذه ببلاش من شو اسمه من صيدليات من المؤن والوكاله والشغلات صح؟ شو مسوي عنده؟ هذا دخل من الوكاله صح؟ هذا كاتش اب شو يعني كاتش اب؟ هذا شرب طيب؟ هذا للاكل بقلوها هاي عصير ولا مي معدنيه؟ هاي عصير طب اسمع انا ليش حق؟ 3 شيكل ليش ما انا بجيبها من العروس ببلاش؟ ليش يعني 3 شيكل؟ هيك سعرها والله؟ طب انا اسمع انا هاي تعال وسجلها علي بعدين تعال انت تعال شو هذا؟ حديد انا بلعب حديد وين بتلعب حديد؟ باي صاله انت بتلعب حديد؟ صوت البلور مش عاجبك يعني؟ وين؟ صوت البلور صوت البلور اسمه حلو صح؟ منيح هاي تدلها علي هاي فيش دين ممنوع الدين للاصدقاء احنا جيرانك طيب شو صار يعني؟ هاي حقها نص شيكل احكي لها بدناش نشتري يلا زلام اسمع هسه احنا الله يقرب لي هسه المعلم اللي بيعرفنا ولا ما يعرفني ولا عشان انا ما كنت عارف احنا تغيرنا يعني عشانه مبين التغيير عشانه والله حج طلعت تطبيقه جديده
وين؟ هاي ما أجي مش راح يعرفنا. شكلك مش حدا. طب كمان مرة. هاي تحمية. أنا تطلع بحية رم. مين؟ يو 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 عارف معلم ويلكم مين انتو؟ كيف حالك معلم؟ الله يطيركم. ايش معلم؟ ويلكم انا عرفانكم باللي بالحلم طالعين لهيك شو بدكم ولا؟ طبعا معلم احكي تفضلوا ولا فيش شيء عندك ضيوف؟ لا تصرفوا تفضلوا فيش عندي ضيوف فوتوا يلا تفضل كنت لا كفو شو بدكم؟ مش كفو شو بدكم ونصرفوا؟ انكسف تفضلوا انكسح انكسح هون انكسح سياحة تقطع هون علينا معلم شو بدكم؟ شو شايف كيكو مش كيكو ايه؟ ولا تمدش ايدك مدش ايدك لو بالشوكة خزها معلم انت فضلت جاك بلا زيك بلا ماكي اسكت خلنا نحن طبعا اسكت شو بدكم؟ وليش يقولك نابسين؟ كيف؟ جيبين هاي لواعي احنا تغيرنا عشانك معلم عشاني ظبطنا لك بنتين اللي بالصدى ما تعرفش طب شو بدكم يعني اه انتوا شو ليش جايين عندي عشان احنا معلم بصراحه ايه لخص لاني اطمان حالي معلم ما دام شايفينك هيك اهو انا استقلالي معلم صراحه بدنا نرجع الشغل مش مصار وداقت علينا الدنيا يا زلمه تعرف يعني اليوم صار لك شغلات من تحت راس الشغل تبعك شوف على الشغل على الشغل يعني ما ظنيتش ترجعوا لانه انا خلاص انتوا طلعتوا من قلبي زلمه احكي لك الموضوع بجوز فكرت انتوا طلعتوا من قلبي يعني اليوم سرقنا دكاني يا زلمه معلش شو اسمه معلش ناكل شو طلع عمي انت ايه ولا شيء معلم ولا شيء وقت تفرج على الحيه من جوز طحنا عمي شغل رجع على الشغل والله ما مش راح اقدر ارجعكم اسالوا الربحيه شو اسالوا اسالوا الربحيه اسالوا الربحيه معلم بحكي لك شغله احكيها الربحيه وينها ايش؟ تعرف هذا الضوء؟ تعرف شو حكيت ولا؟ تعرف بس انه عامل ديكور معلم انا حاط مشكلة الديكور نعيد الديكور عندك بالضوء شو حكي شو قلت؟ بحكي عن الديكور حلو هذا طيب هلا بدي انا بدي احكي لك هسه وين الربحية شو الربحية؟ انا بدي احكي لك وين الربحية انا على فكرة لولا لولا حكى لي احمد انه دمعتك نازلة على عينك كمان دمعتك ولا ما جيتش كمان ودمعتي نازلة دمعتك نازلة ما جيتش انا حلو حلو يا وردة انا هسه بدي اقول لك شو بدي اسوي الا اموتك وياه اسرف عالدار 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 كمان مين عالدار يا ولد عالدار وياه والله لا موتكم بس اذا والله هذا المسبح ثمن مسكر اي يوم بيفتح بدي اجي اسبح انا وبها اي يوم بيفتح انا بدي اروح اليوم افتح ده بالضبط افتح برا 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 يا كلاب برا يا كلاب شو هذا شو اللي صار بس اوعى تحكي لي انه انا وربحيه اللي دخل في الموضوع اللي صار لا ما خصكمش انتوا هي طريتونا من الشغل وطريتونا من الضرب طالع من الضرب من الشارع يلا روح